اللي يبغى يشتري رقم روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عنده مرخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم الحلقه الثانيه من قرنه السيارات. المقطع الاول كان بين لوكتين والفينك او الفينك عشان ما حد يشغلني في الكومنتات. اليوم مقارنتنا شيء ثاني. قبل ما اقول لكم السيارات، شكرا لكم على الدعم، والله العظيم ما توقعت هذا الدعم، وان شاء الله هذه الحلقه تجيب اكثر واكثر باذن الله. فاللي ما اشترك يشترك، فعل زر التنبيهات ولايك، كود رايت شوب بي اس ال، موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط فلوس كود بي اس ال يخصم لكم 3%. اذا تبغى تشتري كريدت، تاكد قبل ما تشتري ارجوك ان التريد عندك مفتوح. كيف مفتوح؟ تشتري 500 كريدت من داخل روكت ليج، بعدين ينفك عندك لمدى الحياه للحساب. ما ان الحلقه اللي راحت كانت فينك وقتين، فالحلقه هذه راح تكون بين البات موبيل او سياره باتمان والدومينز. واليوم راح يكون في شيء مختلف جدا، اللي هو اتوقع السياره اللي راح افوز فيها اكثر. راح العب 5 جيام، كل سياره السياره اللي افوز فيها اكثر هي السياره الفائزه. توقعي اني راح ابدع بالبات موبيل اكثر من الدومينز. اذا توقع غلط راح يكون في جيفاوي على الانستغرام. فراح نبدا الحين بالدومينز وبعدها نروح على البات موبيل. بسم الله ندخل الاقيام. طبعا حاليا انا تشامبيون 2 ديفيجن 3، لازم نعطيها رشفه من الشاي قبل ما نبدا. بسم الله. نايس. اي شيء يبغى يعلن الايميل في الوصف. لازم نعطيه شاهي، لازم نعطيه شاهي التيميت هذا، لازم. ايش تلاقي اللي جاء؟ لا اله الا الله. اوف، الحمد لله اني خلصتها. والله كان تبليك حركات بركات. يا ساتر. تكفى يا خوي ما تجي بعيد. القهم الله يغبنا والله. خوي خذ لك رشفه من الشاهي. حلوه يا عمي. اصدمه. لا اله الا الله. جيم اول مبشر بالخير. ساتر يا ساتر. هدف. وبسم الله على الجيم الثاني. يا رب يا كريم. شوت شوت. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يعني يا خوي انشا. اوفا اوفا والله انشبت. بس خوي بس كذا خلاص. هو يمين يمين يمين. جلا تكفى. لا اوكي حلو حلو. كلوز ون. نايس شوت. والله تمنيت انه يناول بس نايس. اهم شيء انه جابها. تكفى. لا تكفى. يا كلوز. والله ضاغطين بضغط يا شباب. يا ساتر. والله يا اخوي حرام عليك. والله والله حرام. طقه هنا ما له داعي. والله شوف كيف اعطاه اياه. حلوه حلوه. يا عيني يا عيني يا عيني. والله ناوي يصدمه. والله نايس. والله نايس. شو الثواني؟ بقى 4 ثواني. الله ياخذ بليز. لا لا ولو ما بلك هدف خلاص. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. بسم الله على بركه الله يا رب. هذا اللي معي قبل شوي. اوكي في حقد. ليه 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 ليه؟ لك 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 لك. روح 1 في 1. امشي. يس الحمد لله. ايوه بس هذا اللي ضدنا قاعد يجيب اهداف جامده ويخش خشات جامده، بس في النهايه يجيب اعياد بطرق ما ادري شلون كذا. شوت. تكفى تكفى تكفى. ايش شوت يا شيخ. او ماي جاد. والله يقولك تكفى. لا 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 وين ذي وين ذي؟ يا عيني يا عيني يا اخوي. والله اسطوره اقسم بالله اسطوره لو تجيبها بس.
ايه والله جيم حامي اقسم بالله، مع تصديم مع الاشياء اللي تصير. كريت با يا عمي يا عمي، صاير يا رب تكمل يا رب. امشي جي جي والبيت وتسيب. ما سوينا شيء، خسارتين فوز واحده. اذا خسرنا هذا الجيم خلاص، اذا فزنا كمل جيم خامس. ما هي اللي فزت عليه قبل شيء. اوكي ما في حد يلعب ولا ايش؟ تكفى نايس شوت، بس ايزي ايزي ايزي. كريت باس، والله كريت باس افضل ما في الدومينز للطقه. والله يا قويه بنشات، قوه بنشات هيك حلوه لمسه. يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري، ايه هذا اللعب من زمان يا اخي. تكفى قولك يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. عطني مين عطني مين، والله نايس اقسم بالله نايس. ايه يا شيخ الله يبلك بلوك جامد نايس. حلوة نايس والله يا هونجر. والله يا هونجر الحارس، شوف كيف يبي يخش علي. هونجر ما يدري وين يروح، يمين يسار، وقف في النص كذا. جريت بس. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. جي بالبليد، اثنين خساره اثنين فوز. الجيم الاخير انت فوز او لا؟ معي واحد من الاخويه فينك، تيميت مع فينك. حلو قولك. وين المدح يا شباب؟ تكفى يا اخي هدف خلاص نشوت. ما ادري شلون ضاعت ذيك اصلا. روح نايس نايس. يمديك يمديك تكمل يمديك تكمل والله يمديك. كريت باس نايس. شكله باذن الله يا رب باذن الله انه فوز، باذن الله انه ما نخسر. على طول عيد ليه؟ لا 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 تكفى لا، يا رب انه ما يكمل الجيم على كذا. نبغى نفوز خلاص. نفس الغلطه اللي غلطتها انا. اوكي تكفى هدفك. يا الغبنة يا الغبنة. ما تشوت كذا على طول تكفى. زاوية بعيدة مرة. هذا ايش فيه يصدم؟ مريض خوينا يشطف، ما ادري ايش اسوي. تكفى هدفك تكفى. لو بالغلط يا الله. امشي تكفى تكفى تكفى. هدفك. وات سيف وات سيف وات سيف وات سيف. يا عمي طير. ايش اللعب السيئه يا شباب؟ انا فزت بالجيم بس ما فزت بالقولون. صايح قولون خسران. بنرفز بشكل يا ساتر. خلصنا اول خمسة ايام، نروح على الخمسة ايام الثانيه بالبات موبيل. ما قلت اتوقع اني افوز اكثر واخسر اقل بالبات موبيل. يعني اول جيمين خساره بالدومينز، بعدها فزت كل الايام. لكن هنا نشوف، انا احس ان هذه بتكون اول جيم فوز، ما ادري ليش احس يعني، او ثاني جيم شيء زي كذا. بسم الله وعلى بركه الله. هو اللي صدها يا ساتر. الحمد لله يا رب الحمد لله. يا ساتر. امشي والله خوينا ما يخش يا شباب. اخي حرام والله حرام، هنا المفروض خوينا يخش بس شوف وين راح. روح اصطفاء. مالي مالي مالي. خش خش. ايه يا اخي من اول، والله العظيم غبله. شوف كيف قاعد اتفرج عليه، يعني انا ورا باك اب خلاص، هم ما عم بوستات ولا شيء. خش خش. لو اني مفجر ولا شيء اوكي، لا تخش. لازم اخذ مساحه ولا كان جت. يا ساتر احس الجيم نقدر عليه، والله نقدر. انا والله اني ضمنت خويي انه بيخش هنا زي الناس، بس عاد ايش اسوي؟ يا عمي خلاص بسم الله. ابو الخوينا موجود بس. يا الله الجيم من قبل شوي.
اوكي صدى وسوى كل شيء هو لك. ايه يا شيخ اخيرا اخيرا الحمد لله يا رب. امشي ايه جريت بوس يا شيخ. ايه والله قايل لكم نقدر نرجع في ذا الجيم. الله والله تصوير طويل يعني حوالي ساعة تقريبا وانا توني ما خلصت الا جيمين من البات موبيل يعني لازم افوز كل الاجيام الثلاث الجاية. بسم الله ولا بركة الله هذا نفس الخصم من قبل شوي البثر. الله يعين قولك ما عليه روح ما مع بوست تكفى اخذ البوست هنا وروح يا خوي. والله ايزي يوه اشوت والله اسست يا عيني يا اسطورة البلوك. ايه بالمخ نلعب بالمخ تكفى شوت لا المرمى كان فاضي تكفى. تكفى نايس شوت يا ساتر والله طلعت مضبوط ليتني مكملها تربل بس نايس وات سيف والله ما عليه يا اخوي ما عليه لازم حافظ على النتيجة لازم. اوه خليته يطق اي شيء كذا مدرى انه ما جت لك. اوه كلاس ون خلي مسجل هدف ما عندي مشكلة. جيجي الحمد لله اول فوز مستحق بسم الله ان شاء الله الجيم اول فوز الثاني. وش في خوينا كذا فجأة حلوة الفكرة بس ايامك يا خوي شوي لك عليه بس والله حلوة. اوكي برا امشي والله لك لو يا اخي يا الله شكله جيم خسارة يا شباب والعلم عند الله. لا يصدمك دخلت جوا سيارته سبحانك ربي كريت بس قولك ليش تنحاش ليه والله العظيم جيم غريب لو فزت والله اني فزت ما ادري شلون دعا الوالدين انا موقت على 2-2-2-2-2 اوكي ايه وات سيف شو سويت حارسهم ما اقدر اشوف شيء اوكي انا ما ادري ايش سويت نطش مكاني نطه خايسه هدفك تكفى هدفك وتسيم ايه اطلع ليش التكسكه من البدايه وحاول يفجر وحاول ليه الجيم الخير اما هي واما فلا اذا جت تعادل عاد شو نسوي اذا جت ثلاثه فوز في الاخير زي الدومينوز عاد شو نسوي سوى اخوينا هنا لا هو اللي اخذ البوست ولا شيء وجاب فيه اوكي صار صادم اخوينا ذا بعد يسار خيرا
ضبط اسمع الحمد لله. والله يا هو يتأنن، اقسم بالله يا هو يتأنن مره. اعطني كوره، طيب اعطني كوره والله عادي. لو رجعنا في ذا الجيم بيكون شيء معجزه. والله اني العب معك اقسم اوكي. سناش شوت 1-2. لو ما المس الكره هنا ما جت كذا، لازم نلعب تيم وورك. عشان كذا دخل 2v2 ولا اقدر ادخل 1v1؟ والله والله اقدر. والله العظيم غريب اقسم بالله. يخش علي ما يناول، ما ادري ايش المغزى من هذه يعني كلها. لو ما خلص بوست كان اعطيتك. ها 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 لا الحمد لله. والله معجزه نفوز. والله العظيم اللي ما يسوي لايك وما يشترك خلاص ما ادري ايش اقول، ما ادري ايش دخلها يعني بس كذا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر تكفى. الله يا جيم غريب اقسم بالله. ما ودي تدخل عاد، ايش اسوي؟ دبل خبل تكفى هدف. والله وديني نهزم ما ادري ليش. والله والله العظيم جد الحمد لله.